النهاردة بنحتفل بعشر سنين على مرور مبادرة مشروع إرادة. مشروع إرادة بكل بساطة هي خلق فرص عمل لضعاف البصر المكفوفين، إضافة قيمة حقيقية للعمل، وتغيير وجهة نظر المجتمع عن المكفوفين وضعاف البصر. عشر سنين مرينا بلحظات تحديات كبيرة جدا، وشاركنا مع بعض لحظات سعادة. بعد عشر سنين طلبنا الدعوة من كابتن محمود الخطيب صاحب القميص رقم 10 اللي خطف قلوب كل المصريين بأهدافه الرائعة. ضيفنا المميز جدا قبل الدعوة وشرفنا وفرح الخمسين كفيف وكفيفة اللي معانا في هذه المبادرة والمشروع. أول شعور جالي الراجل متواضع جدا جدا جدا، رئيس النادي الأهلي، رئيس أكبر نادي موجود في مصر وفي أفريقيا. الراجل بيتكلم بكل تواضع، رحب بكل شخص معايا هنا في الفريق، اتصور مع كل واحد بكل حب رغم يعني بعض الألم اللي هو بيشعر بيه، ولكن مرضاش يمشي ويسيب المكان غير لما اتصور مع كل واحد. عايز اقول لحضرتك ان انا يعني عمري في حياتي ما تمنيت اقابل حد او اتصور معاه او اكلمه زي الكابتن محمود الخطيب. الراجل ده بالنسبه لي انا شخصيا ده قدوه ليا. انا في وقت من الاوقات انا فقدت بصري وانا في اخر سنه في هندسه، كان من الناس اللي كانوا دعم ليا بالرغم ان انا ما قابلتوش، دي اول مره قابله فيها، كان كابتن محمود الخطيب، لان انا عارف ان هو اعتزل قبل ما يكمل مشواره بالكامل في الكوره، وبالرغم من كده قدر يتغلب وقدر يتحدى وبقى نجم 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 مصر. فانا فخور جدا جدا وسعيد جدا بزياره كابتن محمود الخطيب. انا عايز اقول لحضرتك انا واحد يعني انا يمكن جاي اليوم كله مخصوص عشان خاطر كابتن بيبو جاي، ومن كتر فرحتي نسيت اسم ابني، انا بقول له علي ابني بدل ياسين، انا ياسين ابني بس يعني جاي سلم عليه بقول له علي. من كتر فرحتي بصراحه انا بحب كابتن الخطيب جدا جدا، ربنا يكرمه وينصره على اي حاجه يعني مضايقاه او ضده ان شاء الله باذن الله. يعني دايما كبرنا وكلنا بنحب الاهلي بيه وهو حببنا في الاهلي قوي. بجد كانت فرصه جميله جدا، وعشر سنين اراده وبعد كده مسكوها خدامه ومسك مع كابتن الخطيب، بجد كنا مبسوطين جدا، وكان اكتر حد نفسي اشوفه، عمري ما اتمنيت ان اشوف حد مشهور قد كابتن الخطيب، بجد حاجه جميله جدا. النهارده كان تشريف كابتن محمود الخطيب لينا، زي ما اقول لك يعني خلينا نقول الاول ان اسم الفريق اراده، فتشريف كابتن محمود لينا وهو نموذج من نماذج كره القدم في مصر والعالم العربي وافريقيا، وبرده يعني يمكن شعار اراده كان عند النادي الاهلي دايما في كل البطولات اللي لعبها. ف وجود كابتن محمود اكد فكره اراده، لانه زي ما قلت كده هو نموذج من نماذج كره القدم في مصر والعالم العربي وافريقيا كلها. شعور حقيقي، انا كنت متحمسه جدا ومبسوطه قوي قوي قوي، وكان نفسي فعلا ان هو اللقاء ده يطول وان احنا يعني نتكلم معاه، لان فعلا يعني ربنا يحفظه عنده شموخ حلو قوي قوي قوي، وربنا يحفظه والله بجد ويطول في عمره.